معنا في الفيديو ده اومرون ام 6 كومفورت الاصدار الجديد، الموديل الحديث بتاعه بيج، واللي من مزاياه انه يجيب قراءه الضغط في حاله الاتريال فيبريليشن او عدم انتظام ضربات القلب، وبيجيب لنا قراءتين على الشاشه. نفتح دلوقتي الجهاز ونشوف طريقه استعمال الجهاز بالطريقه الصحيحه. طبعا بيجي مع الجهاز الكتيبات دي فيها شرح طريقة استخدام الجهاز بكذا لغة من ضمنها العربي. داخل الجهاز من الداخل زي ما احنا شايفين، ده شكل الجهاز، ده زرار التشغيل والإيقاف، وده زرار تسجيل القراءات وتخزين القراءات لشخصين، شخص واحد شخص اثنين. ده الأسهم يمين وشمال، ده زرار الذاكرة، وده زرار القراءات السابقة سواء صباحا أو مساء. دي بنستفيد منها بان احنا نرجع للقراءات اللي مسجلينها قبل كده سواء فترة الصباح او المساء. ده زرار ضبط الوقت والتاريخ، ومن خلف ده مكان البطارية. هنركب مع بعض البطارية. طبعا ركبنا البطارية، ظهر قدامنا التاريخ، بنعدل في التاريخ من الأسهم. دلوقتي بنعدل في السنة بالأسهم 2021، ونثبت من الزرار اللي في الخلف. ثبتنا السنة، الأشهر، ونثبت الزرار ده، ثبتنا، بعد كده الأيام. ونثبت الساعة. ثبت الساعة، الدقايق، ونثبت بالزرار. تمت الإعدادات كاملة، خلاص اتفصل الجهاز. طبعا علشان نقيس الضغط لازم نربط الوصلة دي، نوصل الوصلة دي بالفتحة اللي موجودة في الجنب ده بالشكل ده كده، ونربط رباط الضغط على الذراع. بنراعي اثناء القياس نكون في ساكتين ومفيش حركة اثناء القياس. طبعا قبل القياس بنختار الوضعية اللي عاوزين نسجل عليها قراءة، سواء شخص رقم واحد او شخص رقم اثنين. شخص رقم واحد، ونبدأ التشغيل ستارت. طبعا عندنا القراءة زي ما احنا شايفين في الشاشة، الضغط الانقباضي، الانبساطي، ضربات القلب. الرموز ديت معناها الاوكي، معناها ان الرباط الضغط مربوط بطريقه صحيحه. العلامه السهم ديت اللي قصاد الدايسوليك او الضغط الانبساطي،
معناها انه مرتفع شوية، فالسهم ده لما الضغط الانبساطي يكون اكتر من 85 بيدي سهم معناه انه مرتفع. اما الضغط الانقباضي اذا 135 بيدي نفس السهم ده قصاد الضغط الانقباضي، لكن هو دلوقتي 130 ففي المعدل الطبيعي ما اداش الرمز ده. طبعا احنا ممكن نقيس مرة تانية، واذا قسنا قياسين خلال 10 دقائق بيسجل لك القياسين قدامك في الشاشة. فهنقيس مرة تانية هتظهر القراءات الجديدة في الجهاز. هنقيس طبعا ادي القراءة الحديثة بتاعتنا، وجاب لنا القراءة اللي قبل كده اللي احنا قايسينها من شوية، جاب لنا قراءتين ونقدر نعمل مقارنة بين القراءتين. قراءتين قريبين من بعض طبعا زي ما قلنا، الرموز الضغط الانقباضي الانبساطي معدل ضربات القلب اوكي للرباط، وعلامة السهم الفوق لان الضغط الانبساطي عالي شوية فوق 85. طبعا من مزايا الجهاز انه بيقيس لنا الضغط للاشخاص اللي عندهم رجفان اذيني او بيسموه الاتريال فايبريليشن، ودي حاله من حالات عدم انتظام ضربات القلب بسبب مشاكل في اذين القلب، فهو بيقيس لنا الضغط للاشخاص دول. وطريقه القياس انه بيجيب لنا قياس ثلاث قياسات متتاليه بين كل قياس وقياس 30 ثانيه، هو الجهاز اوتوماتيك بيشتغل ويجيب لنا ثلاث قياسات ويعرض لنا القراءة قراءتين على الشاشة. وفي أثناء القياس إذا كان في رجفان أذيني أو عدم انتظام ضربات القلب بيجيب على الشاشة رمز قلب غير منتظم الضربات. طبعا في حالة رجفان الأذيني للأشخاص اللي عندهم رجفان أذيني أو اتريال فيبريليشن ممكن نظبط إعدادات الجهاز لقياس الضغط في حالة الرجفان الأذيني. طبعا نظبط الإعدادات قبل البدء في القياس عن طريق ان احنا نضغط على ستارت ضغطة طويلة لمدة ثانيتين. جاب لنا علامة الـ AF Atrial Fibrillation قبل القياس، وهيبدأ القياس دلوقتي بالطريقة اللي قلنا عليها. طبعا قام بالقياس للمرة الأولى، طبعا هيقيس مرتين كمان وبين كل مرة والتانية 30 ثانية زي ما السهم ظهر، الأسهم دي ظهر عندنا على الشاشة وظهر الرقم 2 من 3 يعني باقي مرتين من 3 مرات. هيقيس دلوقتي خلال ثواني القراءة التانية. طبعا قاس للمرة الثانية وكمان 30 ثانية هيقيس المرة الثالثة، وهو ظاهر عندنا على الشاشة هيبدأ في المرة الثالثة خلال الثواني اللي ظهر على الشاشة. وبعد ما يخلص الثلاث قياسات بيعرض لنا على الشاشة قياسين من القياسات الثلاثة. طبعا جاب القراءة الثالثة وعرض لنا قيمتين القراءات على الشاشة. طبعا في حالة إذا كنا بنقيس الضغط وفي أثناء القياس في
راديوفان أذيني إترافابريليشن تظهر علامة القلب الغير منتظم هنا على الشاشة. وطبعا زي ما قلنا الأسهم دي معناها ارتفاع في الضغط. دلوقتي عشان نشوف الذاكرة نضغط ضغطة على زرار الذاكرة بيجيب لنا القراءات اللي سجلناها قبل كده زي ما احنا شايفين، ونتحرك بالأسهم دي علشان نجيب القراءات اللي قبل كده. دلوقتي في خاصية في الجهاز ان احنا ممكن وضعية الضيف او وضعية الجست، وده عن طريقها ان احنا نسجل قراءة لشخص مش متسجل على مش متخزن بياناته على الجهاز، لا واحد ولا اتنين، ناخد له القراءة ومتتخزنش قراءته مع القراءات المتسجلة عندنا، وما تداخلش قراءته مع القراءات اللي احنا مسجلينها على الجهاز في الذاكرة. وده عن طريق ان احنا نضغط على الزرار السهم ده وبعدين نضغط على ستارت لمدة ثانيتين ونبدأ القياس. طبعا جاب لنا القراءة 124/94، طبعا دي مش هتتخزن في ذاكرة الجهاز. 124/94 لو قفلنا وجينا على الذاكرة مش هنلاقيها متسجلة، طبعا مش متسجلة، جاب القراءات السابقة وما جابش القراءة دي. طبعا الجهاز ممكن من خلاله من عن طريق الزرار ده اللي عليه علامة القمر والشمس نجيب متوسط القراءات الصباحية والمسائية، المتوسط الأسبوعي للقراءات الصباحية والمسائية، وده عن طريق ان احنا نضغط على زرار الزرار اللي قلنا عليه علامة القمر والشمس يجيب لنا المتوسط الأسبوعي. ظهر عندنا علامة الشمس معناها المتوسط الصباحي الأسبوعي، عاوزين ننقل على المتوسط المسائي الأسبوعي نضغط كمان ضغطة، جاب لنا علامة القمر معناها انه دخل على المتوسط المسائي الأسبوعي. طبعا القراءات اللي بيحسبها اللي بيجيب متوسطها سواء في الصباح بيختار فترة معينة، وفترة الصباح هي من الساعة 4 فجرا إلى الساعة 10 صباحا، والفترة المسائية بيجيب القراءات من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 2 صباحا. هنا مش ظهر عندنا قراءات على الجهاز متوسط في الذاكرة لأن احنا ما سجلناش القراءات في الفترة ديت، احنا لسه أول مرة استعمال للجهاز ولسه كدوب واخدين القراءة في فترة مختلفة عن الفترات بتاعت الصباحي والمسائي. طبعا علشان نجيب متوسط آخر قراءتين أو ثلاث قراءات خلال آخر 10 دقايق نضغط ضغطة لمدة 3 ثواني على زرار الذاكرة يجيب لنا متوسط القراءات المسجلة خلال مدة زمنية 10 دقايق. دلوقتي علشان نمسح الذاكرة بتاعت الجهاز بنضغط ضغطة على زرار الذاكرة ده ونضغط على زرار الستوب، نضغط على زرار الذاكرة زرار الستوب لمدة 4 ثواني. ظهرت لنا العلامة دي، بنرجع نكرر نفس الخطوة اللي فاتت، زرار الذاكرة وزرار ستوب لمدة 4 ثواني. ثبتت الشاشة معناه ان الذاكرة اتمسحت، كانت الاول الشاشة بتقيد وتطفي دلوقتي ثبتت على الشكل ده. نقفل. لو جينا نرجع للذاكرة تاني مفيش اي ذاكرة متسجلة، وبكده مسحنا الذاكرة. علشان نعمل استعادة ضبط المصنع بنضغط على زرار البلوتوث وزرار ستارت لمدة 4 ثواني، نضغط وستارت ونفضل 4 ثواني. ظهرت العلامة، نكمل. ظهرت العلامة بتقيد وتطفي بالشكل ده، نكرر الضغط مرة تانية 4 ثواني، ثبتت العلامة بالشكل ده.
وبكده رجع اعدادات المصنع للأول. اتمنى الشرح يكون واضح وبسيط. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.